أجندة سنتي. في الأجندة سنتي كالعادة نقدم لكم آخر مواعيد الطبية والعلمية لأطبائنا التوانسة. واليوم حبيت نحكي لكم على دوزيام رونكونتر فرانكو تونيزيان دي بنومولوج، سسخا بور 26-29 ماي 2022 في جربة من الجمهورية التونسية. أكثر التفاصيل تنجموا تلقاوها فيما يخص لي تيم واللين ديسكريبسيون تلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. هذا فيما يخص لا دوزيام رونكونتر فرانكو تونيزيان دي بنومولوجي دو 26-29 ماي 2022 في جربة. كانت هذه أجندة سنتي بالنسبة لليوم. أجندة سنتي.